السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. إتقان مخرج الغين والخاء، نقول بسم الله، نقول بسم الله. منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي، هذه منطقة جذر اللسان مع مخرج الغين، ويعلوها على طول مخرج الخاء، تمام؟ هذه مخرجة. طيب كيف أنا أستشعر هذا المخرج؟ قلنا نعمل الصوت المشدد، أغوا 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 أغري، تمام؟ أغن أغن أغن، هذا صوت الغين اللي بيطلع معاه فيها شخير، فيها نوع من الغرغرة، فيها نوع من الهواء، هذا خطأ. فلازم إذا طلع معاكي شوية هواء مع الغين، يعني معناته أنت طلعتي لفوق قريب من الخاء، واضح؟ شوفي أنت وين مخرج الخاء، الغين هنا مخرج الخاء فوقها شوي. إذا أنت طلع معاكي فيها نوع من الهواء، بتكوني ما جبتيش مخرج الغين الصحيح، طلعتي ما بين قريبة من مخرج الخاء، لأنه الخاء مهموس. هذه أولا، فتنتبهي أنت بتجيبي المخرج كيف. طيب حرف الغين قلنا لما نقرأه محرك كيف بنقرأه؟ بنقول أول إشي نجيب صفاته. صفاته نعرضها قلنا على مخرج، على فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، فيها هوا ولا ما؟ فحثه شخص سكت، حروف الهمس. طيب إذا هي موجودة فيهم؟ لا، إذا هي مجهورة، مجهورة يعني فيش فيها هوا، يعني أنا كمستمعة إلك ما أسمعش صوت الهوا طالع، تمام؟ طيب إذا الغين مجهورة، أعرض الغين على الحروف الشديدة، أجد قط بكت، والمتوسطة لنعمة، لا هي هون ولا هي هون، إذا هي رخاوة. رخاوة شو يعني رخاوة؟ يعني جريان الصوت، يعني صوتها يجري أغو أغو. عشان أعرف أنا قرأت صح ولا غلط بأطول صوت الغين، بأطول صوت الغين، طولين تعرفي انك والله جبتيه صح. اذا هي رخاوة، انا اعطيت الرخاوة صح. اوكي، اعرض الغين على حروف الاستعلاء، خص ضغط القر اللي هي حروف اللساني، الصفة اللسانية، خص ضغط القر موجودة، هيها ضغط. إذا هي من الحروف المستعلية. شو يعني مستعلية؟ إذا استعلينا صح يعني تفخمت صح، إذا هي مفخمة، تمام. طيب الغين إذا هي تتصف بالاستعلاء يعني بالتفخيم، أعرض الغين على حروف الإطباق، صاد ط ظ نو نو مش موجودة، إذا هي منفتحة، غا أغا، تمام، منفتحة يعني ما فيش فيها ضغط، هي معنات منفتحة، افهم، ما فيش فيها ضغط، تمام. الغين تتصف بأربع صفات، جهر، رخاوة، استعلاء، انفتاح. صفتين قويات اللي هي الجهر والاستعلاء، وصفات ضعيفة اللي هي الرخاوة والانفتاح. هذه القياسات هذه أنا ما بتعجبني بصراحة، لأنه الرخاوة بتعطي قوة للحرف إذا هو من حروف الرخاوة. الانفتاح يعطي قوة للحرف إذا كان من الحروف، إذا كان من الحروف المنفتحة. الانفتاح بيعطي ضعف للحرف المين المطبق. الرخاوة بتعطي ضعف للحرف التوسطي أو الشديد. فهي في موضعها هنا قوية، أنا هيك بعرف.
واضح؟ طيب، أعرض الغين على حروف مفخمة دائما، على الغين منها، الغين منها، إذا الغين حرف مفخم دائما دائما. إيش الغين منها؟ طيب المهم، المخرج قلنا أدنى الحلق، أدنى يعني أقرب إلى الفم، معنى أدنى أقرب إلى الفم، أقصى أبعد من الفم، هاي معنى أدنى وأقصى. نجيبه ساكن، نجيبه متحرك، غين فتحاء غ، غين كسراء غي، غين ضماء غ، غ غي غو، هذه زمن الفتحة والكسرة والضم. نجيبه منون، غن غن غن. طيب نجيبه ممدود، غ غي غو. تمام، وين بس هذه اللي جايبينه، مش جايبين الباقي. لا حول ولا قوة، اشتركنا على الفاضي. طيب نشوف ايش الاخطاء اللي بتوقعي فيها. دائما بنوقع بالاخطاء في الغين ان بنجيب فيها هوا، في ناس بجواها هوا بهمسوها، وقلت لك اذا همستي حرف الغين يعني معناته لا إله إلا الله، وين راح؟ أي إذا همستي حرف الغين معناته جبتي قريب من الخاء، هاي مكانها، مكانها تحت هنا في الحلق، هاي الحلق هنا مكانها، إذا طلعت مهموسة يعني معناته بدك تعدلي مخرج الحرف. هاي واحد، الغين إذا تكررت، إذا تكررت ننتبه إن نوضح كل حرف، ومن يبتغي غير، ومن يبتغي غا غير الإسلام. إذا جاور مجاورة لحرف حرق، إذا جاورت حرف حلقي وجب بيانها، أفرغ علينا، مثال أفرغ علينا، مدام بجيبيها بصفاتها وبقوتها ما حيصير فيها أي مشكلة. المشكلة إنك ما تعطينيش غين من أساس. أفرغ علينا، إذا لقيت القاف، نعم هنا مشكلة، مشكلة عند مين؟ عند كمان الناس السودانيين، الأخوات السودانيات والإخوة السودانيين، هذه مشكلتهم الغين والقاف. وجب بيانها حتى لا تدغم أو تخفى لقرب المخرج، تزغ قلوبنا، تزغ تزغ قلوبنا. فتنتبه الغين ليست قاف لأنها قريبة من مخرج القاف، ها؟ فبروحوا يجيبوا لي القاف غين والغين قاف، فهذه لا، لازم احدد مخرجي غا، تزغ تزغ قلوبنا. اذا كانت ساكنه وبعدها شين فا سين تا ثا اللي هي حروف الهمس، حروف الهمس وجب بيانها حتى لا تتحول الى خاء لمشاركة الخاء لها في المخرج. ليش؟ لأنه هي بتكوني رحتي يعني إيش بدي أقول، همستيها لأنها قريبة من الخاء، فبتقولي والله هذه برضو ما بتطلع إلا للناس اللي ما عندهم مش المخرج قوي، هذه مش صح. فغسلوا فغسلوا، اعطيها زمنها، اعطيها تفخيمها وزمنها، مهم جدا. صفة الرخاوة في الغين هي اللي بتخليك تحافظي على الغين، مش حيصير هذا كله اللي بيحكوه، واضح؟ فغسلوا، تثبيت الساكن، فغسلوا، مش حيصير فيها
اي همس ولا حيصير فيها اي شيء اذا انت ثبتتي رخاوتها واعطيتيها صفاتها. يغشى يغشى لما يعني انها تطلع معاك خا صعبة، الا اذا انت اساسا مخرجك في الغين غلط، وانت زي ما حكيت كنت ما بين الغين الاساسية والخاء، صححي المخرج امورك تمام. بغته بغته مغتسل مغتسل يغفرون يغفرون. بغثة بغثة هذه كلياتها زي ما حكيت مش صح قوي قوي، مش الكل بيوقع فيها، لا اللي اللي بوقعوا فيها مين اللي مخرجهم ضايع اساسا. غفور في جميع حالاتها اعطاؤها حقها في التفخيم، غفور اللي بتغلطوا فيها الاساس، واللي انا بشوفه اكتر شيء انك ممكن تطبقي صوتها يعني الناس اللي بيحاولوا يفخموا ممكن تطبق صوتها، هذا خطأ. غا منفتحة تمام. طيب انا كيف اعرف ممكن او اقع بايش غلط؟ هي مجهورة، اذا ممكن اهمسها، اذا همستها يعني معناته انا كنت بعيدة عن مخرجها وقريبة من مخرج الخاء، هي رخاوة صح؟ الغلط اني ما اعطيش زمن الرخاوة في الحرف الرخو عموما هذه، فخصوصا لما يكون ساكن واقطعه ممكن يقلقل، ممكن يقلقل. افرغ علينا افرغ افرغ علينا، هذا اللي انا بشوفه غلط، اما اللي بيحكوها انا في الكتب مش قوي. فممكن انت بسرعتك في التلاوة وما بدك تعطي أزمنة الساكن ممكن توقعي بهنا، اتقلقلي لي الغين. أفرغ علي أفرغ علينا، عجبتك النغمة فبتروحي تعمليها، هذا الخطأ اللي أنا بلاقيه مع بعض الناس. طيب إذا رخاوة الحرف مهم جدا تثبتيلي رخاوة الحرف، تنتبهي لرخاوة الحرف. جهر الحرف مهم جدا، تمام. الغين اعرفي كيف تطلعي مخرجها صح بالطريقه اللي قلت لك عليها، او بتحسيها قريبه من اللسان، بتحسيها قريبه من اللسان من تحت، وعشان الفظها لازم يستعلي لساني بالشكل هذا، او تحسي لسانك قريبة من طرف اللسان من تحت وانت بتقولي اغو. في ناس ما بيعرفوا يجيبوا مخرجها، حطي مي في تمك وغرغري. اعملي هيك، المنطقة اللي بصير فيها ذبذبات كتير هذه منطقة الغين تمام. بس هذه الغين يعني الغين عموما سهلة ميسرة، ما ترققي ليش الغين فخميها، ما تقلقليها واعطيها زمنها، بس امورك مية مية بتصير تمام. واضح؟ انا مش لاقي في حرف الغين حاجة صعبة الا انه السودانيين الله يسعدهم هم اللي بيروحوا القاف بيخلوها غين والغين بيخربطوا فيها، هذه اكتر شيء واللي انا حكيت لك اياه. اما اللي كتبينه هاي مش دائما بتطلع معك أخطاء فيها، المهم اقرأي بهدوء بسلاسة، اعطي الحرف حقه ومستحقه. شو يعني حقه؟ حقه في التفخيم، حقه في الاستعلاء، مستحقه انك تفخميه، حقه في الاستفال انك ترققي اذا كان مستفل، حقه في الهمس انك تطلعي له هواء، تطلعي معاه هواء ما تكتميش صوته، حق هذا حق ومستحق وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا ما بتحبي تحافظي على حقوقك حافظي على حقوق الحرف وإلا بيزعل منك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.